اي والله انا بس ودي يعني فيصل يوضح لي اذا انا فهمت سام صح ولا خطأ. انا اعتقد ان يمكن فيصل له نظرة يمكن ما قالها بشكل صريح، او يعني يمكن فيها نوع جانب من مثلا الامور يعني، بس ارجوكم لا احد يربط كلامي هذا باحداث سابقة. انا اتكلم عن ما اقدر والله ما لا 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 انا يعني انا قصدي لما اتكلم عن لما مثلا اشيد باحد مو معناته اني انا انتقد السابقين، انا اتكلم عن حاله الان او عن وقت معين. يمكن فيصل قصده في بعض الامور مثلا اللي ممكن يكون فيها نوع من مثلا الحاله الغير الانضباطيه، او يمكن من النوع يعني انا اذا بيقول لي مثلا هو ياسر القحطاني علشان ياسر من النوع اللي يبث الروح ومن النوع اللي يعني ما شاء الله، خلينا نقول يعني نكون واضحين يعني لسانه حلو. اوكي إذا كان هذا المنطقة أنا أقول له أنا أتفق معك إلا في حالة واحدة. وش هي؟ إن الوضع الآن تغير. ما عاد هو مثل أول، الآن التحفيز موجود. في هناك من يتابع الأمور بدقة حتى من الناحية الانضباطية. بين قوسين عبد العزيز الحوطي. فيه مدير كرة يحط كل حاجة أو يعني يرصد كل شيء بالملي. فموضوع شخصيات مدرب مهمة، موضوع المدرب هذا خلي على جنب، انا اتكلم عن الامور الاداريه اللي ممكن استعين فيها في لاعب مثل ياسر القحطاني. طبعا افضل اللعيبه اللي جالس تقولها من وجهه نظري انا افضل لعيبه هم ثلاثه، طبعا واحد منهم اعتزال محمد نور وحسين عبد الغني وياسر القحطاني، هذا من وجهه نظري اللي انت تطالب فيه. ممتاز. محمد الشلهوب ما يجيد الشيء هذا، محمد الشلهوب اخلاقه خلى على جنب، بس ما هو بقائد، ما هو يعني ترى انا احبه على فكره، بس ما عنده شخصيه القائد صاحب البث الروح واللي ممكن يبث الروح القتاليه في اللعيبه، اللي ممكن يوجه، اللي ممكن يعني ما هو بشخصيه قياديه. هذه وجهه نظري، قد يكون يعني قد اكون مخطئ، لكن هذا الامر ممكن فيما سبق، اما الان الوضع مختلف. ما في حاجه للاعب خبره عشان يبث الروح بحكم وجود الاداريين نهائيا خاصه مع المتابعه الشديده للهيئه العامه للرياضه والاتحاد السعودي لكره القدم والمنتخب السعودي. ممتاز. بدون شيء على الموضوع.